إن شاء الله. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 22 من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام. عشر كي لبي اللباتني اللبات كتاب كي الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية، وألف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وهنكس الجري باو المعرفة والنكرة وقيتي أدن بيسي المحلى بالوالى هرتكن دور ما قاعد يقول هرت وهالي هذا المعرف بالاداه واليه المعرف بالالف واللام اصل كاجرم من وحي الاسم الذي فيه الالف واللام اسم لو معرفه ال اشا لكن لا بشر دي على لا ارين ادوغات لا لا احتراز المؤثره ان نقطه على ربا الوحسامين سو معرفه كان المؤثرة المؤثرة محابها لغي احترازها الزائدة سيدا العباس مدى كجرت أشهد دي لغي عباس سيدي سوم عرفوه يو عرب وأهام الحارث سفيان ابن الحارث الحارث أياد أشهد كجو يسا حارث سيدي سو عرب ويهيب يزيد باتري اليزيد أشهد أمرك الزائدة ليا وين بحدي ولغي احترازها أو معرفة مكينيس معرفة مكينيس أشا كلي لغي احترازي وأشا موصولة سمع قرنسان وصفة صريحة صلة أل أشا قشا اسمي فاعلي اسمي مفعول الأهم بيقول لك هاي لكن وها اسمي ويو وها اسم موصول الضارب الذي ضرب المضروب الذي ضرب ها لبضع الوال لغي احترازي مركب محال الربا ال إن شاء الله ربا وحاوي المؤثرة مركا عشا مقعية دورة المعرف بالأداة ولا اسم قاس البالو معرفي المعرف بالألف والله مؤلاء المحلى بأل المحلى المحلي بعد هذا اسكاجر المحلى بأل المحلي بأل اسم قاس اللغو قرحية اللغو معرفي أصل كاجر من وحي الاسم الذي فيه الألف والله انت وكعبر كرتاو فاصل هذا كان فاصل وحوك رب حناية وأما المعرف كلا معرفه بالأداة أداة كان ألبا لغا وضع هدامان فير هصوحي المفيدة فائدة للتعريف معرفة سمار فاصلك وأما المعرف كلا معرفه بالأداة المفيدة فائدة ليس للتعريف معرفة وقيد وشرط وأما المعرف كلا معرفه بالأداة فهو سواء المعرف كلا معرفه وبالألف واللام ألو معرفه وهي أشاس قسمان لبقي بود وهي عهدية من عهدية أقل له النسبة عهدية بمعنى العلم عهدية يا نسبة وانت عهدية من أقل له النسبة أقل وجنسية من عام له النسبة عموم فائدة أما عموم كل أما بعض العموم فيرهب وأما المعرفة إلى معرفة بالأداة فهو كأس المعرفة إلى معرفة بالألف واللام أل وهي أشاس قسمان لبقي بود وهي عهدية من أغال له النسبة وجنسية من جنسية جنسية دون وحاوي هذا عموم بفائدة أما بعض العموم العموم أما بعض العموم بعضه ما قالت والعهدية عهدية دي عهدية دي بقى صدح وقيف سمي جنسية دي صدح 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 ماك لحظة صوصو على اسكندر هذا والعهدية عادية دي إما للعهد أقال إني أصغنات الذكري شيء له نسبي ها فير هذا وين بيرتاح سمع عام بهاسك وده قال عهد ذكري وحيوية قانا فير فير يذكر الاسم نكرة ثم يذكر هذا الاسم نفسه معرفة والمجد اسمي هو نكرة اللي شيء قاي إسرائيلي أو معرفة سيوم بقى الله قدري فيها مصباح محاكوحي المصباح في زجاجة
الزجاجة عهد مركة والأجي ذكر ولا صوشي ذكر من قبل هذا على صوشي وهو نكرة وألا أن يذكر وهو معرف أنت عهد ذكر كاس على قول إما للعهد أقال إن له نسبة الذكر شيء أه خاص فيه هذا سوق وقر بأن يذكر مصحوبها كي لا صاحبتي وإلا شيء نكرة ثم يعاد بها لسوء عليه معرفة سوق ما لقى في زجاجة قرورة إحياء أمان دلو الزجاجة قرورة دي الزجاجة قرورة دو تاوي تي حد في زجاجة اللي الزجاجة أشهد محادي ومعرفة هاي كاسيتاي أهدي ذكر أهدي ذكر وحال شيء اسمي ونكرة إسلا إساقيو معرفة إما للعهد أغال إن له نسبة الذكر شيء جدا أمر كي هرال شيء إساق ونكرة حدنا إساق ومعرفة كان دم أهدي ذكر للإمر وحال الشيء سوى معرفة نحو في زجاجة الزجاجة على ذي بعده أما قرورة دي الزجاجة تذن دمب واتيه رحد تكر ما فيها مصباح المصباح مصباح واكيه رب أو أما سيل العهد بلون نسبي أقال الذهني حق مانك ذهن ومانك مسكح خصوص قلبي ها كان أفرس أو أما سأشي وحي فائدين إيسا للعهد أغال الذهني حق مانكا عشان وحي كجر تفيري وحلا صوش يا جماعة لكن عشان اسمي كجر وح مانكا لغو قران عيو وح قلبي لغو قران عيو نحو قوله تعالى إذ وقتهما النبي محمد أبو بكر في الغار قد كي تحديث يا هذين ومالك سوى هجرة مقرس الغار كان مركا عشان عهدي ذهني غفيري لو ما عرب ولا شيء لو ما معنى قبها تفيري مركا ورتا الغاري اش كجر وعهدي ذهني او اقول لي اسلا غرناي ما لا غودا هذا الغار معهود ولا غرناي يا غرناي كو waxay dhahan bil muqhatabin fi dhalika al hin dadki la la hadlay quraan ku soo dagay soo magaris godka way yaqaan inuu aha gaaru thur oo makka ku yaal dadna waxay dhahan waa kullul muslimin muslimin ta dhan دين تودا كورقة إذا ما في الغار هجرة مركي لغاشي كينا ها قدكو ها قرات غار ثور إذا في جبل النور كويان في مك مركة الغار دادك عهد يديهن يمان كقوة ضحية ما كل المسلمين با أو أقول دين تي ولا تفسير كي يا حديثي يا سيرة دي مسوا دادك حل قال لقوله الله أذو المهم الغار أشا كجرة وحاله أهدي ذي أما دادك لقوله الله يا قرناي أو مسلمين تبع قرنس ما لقى عهد ذكر واقعي سانا وكوغة وتسيفي عن فير بأن عهد إلا قرتوي مصعوبها ذهنا ما نحان وهو ثقب وقدب في جبل ثور كيال غار ثور في جبل ثور حق عصير هذا وفنه في جبل ثور لما في جبل النور بابور بورت اللي غار كا غار ثور اللي غار اسكاجر هالكاس فانك استأهله باللغات ما يسمى قرنس مارك ما شاء ويري وهو ثقب وقد وصح وفي جبل ثور معه بورت ثور معه بورت جبل النور باله لكن قد كاو حال إير هذا غار الثور اه ثقب مثل نقب أو نون أو أكيد لحن يجران فيه نقب هدو قري والدلال نقب دلال نون هدوية بالنون ثقب هدول اللي يرهدنا وقد ثقب كوني بالنون مية هاي كاس ما هذا إذا كي لحن غير عفو نعم وهو نقب والدلال في جبل ثور كيان وكان ذلك معلوما عندهم بفسر كي وراعي هذا الله ودي فسر وانا أذكره وكان ذلك قد كاس وحوا معلوما من اللي عندهم مركع الغاري أشا يا ذهنيا أقرنا ينقل مركز يا أرنك أنفيس وكان ذلك سوحوا معلوما من لؤجها عندهم ها عند المخاطبين سمع ذلك فازر كاسو رجح زمار إن مركة لها في الغار قدك إياه ذهنيا أك مع المخاطبين ذاتك لله اللاية وقدك قرنا سواء مسلمين ترى مركة سوحي وكان ذلك معلوما عندهم أو مثل العهد بيوسونات الذهنية حق مانك نحو إذ وقتي هما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار قد كي دحيسي أي أهاي
قد كي لقرنا غارو ثو أو أما سيلي العهدي وقال بي أسوناتي الحضوري جوجد الحضورية من الحضور حضارة ديو كان محالة قوة حضوري وحاوة فيري سيغنا فهم عشان اسمي اي كجرت وقت يالي جوجي كهال ليسا وقت يالي تاغين عشان اسمي اي كجرت وقت يالي تاغين يهي عهدي حضوري بي كان عنده أو أما سيلي العهدي وقال بي أسوناتي الحضوري وجوجد له نسبي جوجد نحو قولي تعالى اليوم وما لن تصدقوا ما لن عرفائه الجمعة نبي عرفته عليه الصلاة والسلام اليوم أنت أيها الليل أكملت وحان لما يستري لكم دينك دينكم دينتين مركة اليوم أشي كجرت محلي المعرفة العهدية عهدي عهدي حضوري حلقة مركة الجوكتين اليوم أنت ما أنت أتاقنتي اليوم ما لن كاوي هدوه اليوم أنت ما أنت أتاقنتين في عشية عرفة في يوم الجمعة صادرت الحديث في صحيح البخاري كجر أياني يهود عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب قال له وقعتك مركزي عمر بن الخطاب آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا في عمر آية كتابك إن كجر تادين نقص ودقلة ما أنت عيد بانك دين عمر وحي وأي آية يهود يهودي آية ده شيء ستاو مركزي اليوم أكملت لكم دينكم يهودي يعني وقت عمر بن قد عرفنا ذلك اليوم واليوم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة صعي يهودي صعي وقرنا النبي محمد من الشيخ نبي يكسر الدكتور ما لن عرفة أو جمعة مركة تاوى قرنا النبي صعي 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 اليوم أنت عيان أكملت لما يستريبوا اللي لكم دينك دينكم محلو شاهدك مركة فيه عشان ومعرفة مركة حقا عشان ها يوم صورنا كرما اليوم مركي اللي يرهدنا إن يوم مالين ويوانا كرو لكن مركي اللي اليوم مالين تي ويموكت مالين معهود ولا قرنا واذا فانت سوما عشان مركة ورا مركة وإنها فهنا ومعرف وها معرف تي ونوك هلا قهضو أهدي موحال ليه أهدي ذين مركة ورا وحال مهم أورتين أشو معرفة ممدو التعصو الاسم الذي فيه الألف هو اللام سوما قررت لكن عهد يجيب وحوكو له مع عهد ذكر به أو اسمي اللفتي سيسوى نكراء انتال شيء يا كدب لسوع لي سوى معرفة كان يا كي واسكمت واسكمت مسوى عهد ذيني وما نها ما خو قراني مسوى عهد حضوري ووقتي اللي جو ما لقرت والجنسية جنسية جنسية غالبا عموم بيتوسع جنسية وحيتوسع عموم أو بعض العموم بيتها العموم وعموم طبعا أو بعض العموم عموم قارك والجنسية إما لتعريف الماهية حقيقة إني قيحيس حقيقة إني معرفينيس والجنسية جنسية إما لتعريف ماهية كلمة ماهية شيء وحقيقة شيء والجنسية إما لتعريف الماهية حقيقة إني معرفينيس النحو وجعلنا ذا لو فصير بالنقل وجعلنا وايا لوالي علماء القاره وحيكون فسيرا وجعلنا وحان كأبورنا اي خلقنا من الماء بيها كل شيء شيء كستحي النول ورما لقر من الماء اشي كجرت وحيوية غانان هي الجنسية حيوية غانان الجنسية من الماء بيو شيء كستون نول بيها لقى أبوري كلي شيء كستون نول هي بيها لقى لنا عكلانا هدفير شيء كستون نول بيو باهين شيء كاستور نول أو مخلوق أو إلهي وأبوري محيو بهاي بيو بني آدم محيو بهاي بيو جيدو محيو بهاي بيو دولك محيو بهاي بيو بيا اللو ذا بهاي حتى البهاي يكيه ما كيالا وايها الماء شكو جرت الجنسية لمرك أو وإما واتيكو بد مكتا لتعريف الماهية ماهية دي بي معرفيس حقيقة دي حقيقة دي وإما الاستغراق الأفراد أفراد إن عممت استغراق اللفظ أهان ما شين بله ما شين بيه الله هفتوي فأغرقناهم أجمعين القرآن سوا فأغرقناهم أجمعين يا في اليم يود قرنيس استغراق هذا وحالك وضع ما شين تن عموم وإما الاستغراق الأفراد أفراد إن عممت نحو وخلق الإنسان إنسان كي والله أبوري
ضعيفا حال ويهمي التبرير بلاك الانسان عاش كجرت محنا هنا ارتا ومعرفة هذا الجنسية جنس الانسان والعصر ان الانسان لا في خسر جنس الانسان لن محود احفاد يا شيخ بابا حدي جو العصر عصر كان كنا ارتا ان الانسان بني ادم ارتا لا في خسر خسار احفاد يا ابني خسار احفاد يا وفي ذي بقرس بركة جنس الانسان لن محود احفاد يا خسار الا الذين dadka la soo reebay afarta sifale ma soo ma insaan oo dhan waa daciif markuu dhalanayna waa daciif yar adduunyada haduu joogo waa daciif dhaafi iyo tafawud uu noqon kara kamaal qabeenka waa daciif soconno uma baahanay soo ma baahanay waa daciif wax kasto uu baahan yahay ma yeeli kara haduu wax kasto lacag kasta xataa uu haysto mar bay haa dhaafigaaga lagu tusayaa soo ma garanaysaa halaga shay uu ribay inuu soo aqmana laakiin uu dhaha maanta waa madnahay waa madnahay sax marka bini aadamku dhaafi baa asal waa laakiin dhaafiga tafawud uu yeelan kara magar waa loo sii kala tagay oo haweenku way tabar yar yihiin feeri carruurtana way tabar labada dhaaf ee dhaaf adaraariina way dhahay waa khuliqa linsaanu insaaki waa la abuuray daciifan xaalu yaa khuliqa ficil maadu waad garanaysaan oo mugayaru siiqa linsaanu naa yufaacil daciifana wa waa xaalo wey xaalo aw amase istiqraaqi khasaa'isi alafraadi afraada waxyaalihii gaarka ay laahayd buu camimaya tanfiir waa bacdu lcumuumki afraadii oo dhan lama camimaayo afraadu sifooyin ay lahayd sifooyin ayaa la camimaya aw amase istiqraaqi khasaa'isi alafraadi afraada sifooyinkeeda khasaa'iska asifaadna waa lagu fasiray أو ما استغراق خصائص الأفراد أفراد وحيالة خاصة لتأمى سفوينك أولا عميما نحو نبان أمارا لكن سفوينك بن آدم كولها قار كم يوننك أطيرنا وحي أنت عدو الرجل نموا أنا عذيقبا أنت مبتدى الرجل وخبرك موقت حقا علما من جهة علم علم وتمييز ورنن علم لا عذيق أموي سومالو قار سوان نم الله نكار حكسان xagga geesinimada baa qadara madala ala ninka ragsanaaye xagga deeqsinimada magar marka sifad ku koobaysaa magar sifad dadka ka dhacay marka ala cilmi badanaaye waxay dhahan moogta caamad waxay dhahan xasidnimo culimada ku hadhay hadhowda caamad aw iska dibe marka waxa la laba nin baa waxay soo mareen sheekh kitaab gelay suu laqmeena isasaar berigi hore hadda isasaarka la jeclaa moogta ee laqmada way la yaabeen labada nina waa culima iyakuna mid bay wariya warba inaga cilmi badan yahay kii kale inagaba cilmi badan waa naga fasaaxa badan yahay cilmi ha u qirin intaas uu diiday magaca mogt wariya waa inaga cilmi badan yahay inagaba cilmi badan waa naga fasaaxa badan yahay garad aw istiqraaqi khasaa'is alafraadi afraada sifooyinkeeda ayuu camimahaya naxwu anta adigu arrajulu nin waa un adiga arrajulu ashaa ku jirtaan la أنت أدو الرجل نن وون عذيق ما نن سيفوين كل ها أدنى ما علما حاجة علم علم أنت هو تميز إسكت علما من جهة علم وتبدل ولا بدل لام على اللام تير ميم بلو بدل في لغة الحمير لغة الحمير حمير هي كلام وكسامر وعرب العرب ويمن واصل مالك حديث حديث سجن يوحي كبدل مدع السجن إسكت هذا الكلام يقول دومن حديث نبي كسوانا وحاجر ليس البر الصوم في السفر الصيام في السفر مرك حديث كيسوى سوية ليس البر وناك معها الصوم أما الصيام إلا صوم كلمة صام فعل كما يصوم مستر كي صوم نواكوي مدى صيام نواكوي مدى كتاب الصوم كتب تقار سمع قال كتاب الصيام قرآن لكن صوما باتي إني نذرت للرحمن صوما ها ليس معها البر وناك الصوم في السفر سفر كان لا صوم عشماوي كتبت النحوذي كان وحي القرآن النبي قال يري بيدان صلى الله عليه وسلم النبي ومد هنا ليس من برم صيام في السفر من برم ماشي البر يا وحي من برم الصيام ماشي ام صيام ام الصيام ال ماشي ام صيام السفر ماشي ام سفر ام وقد نطق النبي وحا انت كدر نينكو يرو وريا فير وانا انا لغرينا ينب مجو
رواه وحاولي أن مر ابن طولب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سيدة رقو حاجر حديثة دي وريع الإسكافير ابن أبي الدنيا وأنا في رسا حديثي هيا رواه الديلمي بعد الديلمي إسكافير حديثك بارد أقول الله رقو حاجر حديثة دي وريع النمر ابن طولب ميق مغشا ولكن إن كتب عادي نبا وحال عامو الدين تجعله كتبت اسكت اي سنجر يا كتاب مال سوفرس بس هذا سو مال اسك غير سو يتا ود است كتاب كي وحو كو عن ابي هريره رضي الله عنه مركي لغا كو وحي نيو كتاب كو حالو مالين بيو كتاب ضعيف يا لواس عن ابي هريره بما مقلين مركي وحان مالين بيو كان ان لو جيرو وحال الكتاب كواب اللي فيري موضوعي وحو اسكا احاديث ضعيف انك برغي هره سومالي وحاين سو غاني فقه النحو وقت فقه احكام الايدي فقه الشافعي سيده لو لو فني احاديث القران والاسكا فيري نحو هرت احاديث كما بدا يكو ادله ما سوقاتا نحو وحي ادله وامسين ايات قران هي شواهد عربيه ما فهم اشعرت نحو احاديث معناها أدلة وما أركان صادرت نحو ذو كما بدنا أحاديث كما بدنا وعليك السلام على طلع أرنت الله بعد إن كوبا نين مركز صادرت هذا الكتب نحو ذو كما أركت أحاديث والإسكافيرية والإسكافير إن يسوي حيوغة قصدها يا دليل وافجينه إنه حديث كان صحيح إن كان دنها سيدوك فقه شافعي حديث وقبة وانت شرع كارها بيجوري حديث عن جرم بفيرة قلنا سو مسألة ورباه إنه دليل وكسر موت ها صحيح كي يواصح بري ورا مركة إنك صوم على ذا وحين سوق 40 كتاب سوق إيه الرياض إيه كتاب تاج اللي إذا سوفيه ذو هذا آخرستان التاج الجامع للوصول ولا شيخ مصري ولا منصور على ناصر لكن لا خطر او كلا الى سوغان من الذي يجري مختار الاحاديث لا اله الا الله محا الله محا وحكم رواه الديلمي مختار الاحاديث والحكم المحمدي وبحي ارو اصحاي كلا حاجه صح من اللي كوسي تنقيح القول شيخ وابري وهو ارك دي كتاب عن سوغنين اقرنا الله محابي أصدق فنيا مارك إسكندر ولقى مالها هاس وتبدل ولا بدل لا معلمة في لغة حمير لغة الحمير فاصل وأما المضاف إلى إضافة إلى واحد من هذه الخمسة شان تكمل فهو معرفة الكاريدية وأما المضاف إلى إضافة إلى واحد من هذه الخمسة شان تكمل فهو معرفة وإنسان وحكم معرفة بإضافة له معرف وحلو إضافة شيء معرفة ما قرأت نحو غلامي أدونك وحلو يدافع ضمير متكلم ضمير متكلم غلامك أدونك يا لو يدافع ضمير مخاطب غلامه أدونك يا لو يدافع ضمير غائب صدح الضمير بل لو يدافع لكن ضمير كان وعد يسيبه وضع كان متكلم مخاطب غائب غلام زيد زيد أدونك غلام معرفة وإيمان يا لو يدافع زيد علم علم كمعرفة كقاطع معرفة لماذا ككسب غلام هذا كان أدونك يا لو يدافع اسمه إشارة أولام الذي كي أدون كيسي قام واستاغى أبوها أبي يا لو يدافع اسم موصول قام أبوه نوح لو قرر بلا مقرس سولما دي اسم موصول لا يتم إلا بسيرة وعائد وغلام الرجل نكي أدون كيسي يا لو يدافع اسم الذي فيه الألف واللام عمريد وبيد بكو كل مية وحاصل اسمه دي وحيرك كابني ومني زيد ومني ذي ومن الذي ضربته ومن البذي كابني ويل كي وكيلو إذا فهم ضميرك متكلم ومن الزيد معرفة دي ومن ذي إشارة دي ومن الذي موصولك ومن البذي كي أشوت كابني ومن الزيد ومن ذي ومن الذي ضربته ومن البذي والله سبحانه وتعالى أعلم أعلمكم بالله التوفيق.